موت جيست هذا ضيف ضيف هنا تقدر تدنج يلا طبعا لعبة ولا مثل ما قلت اوكي شوي في طيب بس حلوة هاي النسخة الأولى من اللعبة اطفر اطفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب ان شاء الله بخير وياكم علي العراقي ويانا لعبة جديدة اسمها مايتي ارمي الجيش الجبار او الجيش العظيم هيك اسمها طبعا لعبة اونلاين حرب عالمية الاولى او الثانية نقدر نقول الحرب العالمية الثانية ما تشوفون هاي الصورة مال اللعبة هنا نقول بلاي جيم طبعا حجم اللعبة 123 ميجا بايت قول 120 ميجا بايت حجمها رابط اللعبة راح تلقوه بسوق بلاي اللعبة جديدة نازلة شوية في طية بس حلوة بها شغلات حلوة اصوات بس بالحروب ما بها موسيقى لذلك انا راح اخلي موسيقى بالخلفية بها القناص بس لازم تشتري ب20,000 هاي الفلوس ما اعرف شنو هاي البيضة عندنا ذهب وعندنا الجواهر يمكن الذهب هذا ما ادري عندك السبورت هم اللي هو الشايل بالله الشايل هو هذا المفروض ابو البي كي سي يعني هاي وجنطة شايل يمكن علاج هيك شي 50,000 علاج هاي هيك شغلات عندك والله شنو هنا الاسولت عندك اللوت اللي هي الرشاشات عندك هاي الام 1 عنده هواي اي كي عنده هواي اسلحه حلو وبها هواي اسلحه بها انواع رهيب من الاسلحه يعني هي الحرب العالميه مال الحرب العالميه الاولى والثانيه كول اوف ديوتي وهاي السلاح تعرفوه بها تريننج بها الحركات همين اللي هي مثل البوكسيات والدفرات هم لازم تشتريهن بالفلوس اللونها اسود اللوك ما اعرف شنو هذا الفلوس بها حركات هواي بها الستور هنا الاوبشن الاسم تقدر تغير الجرافيك اعلى شيء انا مسوي هاي خلينا ناخذ جيم بلاي صغير وناخذ فكره على اللعبه طبعا هناك سهمين الهدوم تقدر تغير حلو ناخذ هذا اللون اول شيء لانه هذا اللون مال اللعبه ستارت باتل اوكي شباب هاي اللعبه طبعا شمال الرمانة افلت موت شنو السالفة موت شنو السالفة ما يموت هذا هكر شنو مات هذا معلق مدري النت عندي فيه هذا واحد افلت الحين مثلا توصل لمكان تدوس هاي الايقونة يدنج بها زوم حلو حرب العالمية الثانية رسوماتها في طيب بس اللعبة كلش حلوة تشبه بابجي قليلا يعني بيها شبه من بابجي اوكي بيها الدفرات اللي هي هذا البوكس يضرب وبيها حركات تتغير يعني بالبداية شرحتها عندك يسحب عندك يغير الشاجور مفروض شو الطلقات ما عندي شنو السالفة هذولاك ما عندي طلقات ليش خليه يقتلني يتعالج الجندي شوي لحد ما يدمجوه هواي يلا يموت خليه يقتلني هذا خليه يقتلني يلا المفروض احنا صاحبي يقدر يعالجني مثل بابجي فريقي كله امريكي اوكي هذا الكتنين كي اس اوكي صار عندي طلقات اركض مجرد يعني سحب لي على شويه راح يركض اللاعب عندك فدي شوي يركض عند الدحرج يخف واحد يشمر رمانه يمين يسار في حركات حلوه في طيه اوكي هذاك واحد الطيزوم اوه اكو واحد هنا يرمى عليه يشمر رمانه موت جيست هذا ضيف هنا تقدر تدنج بها اشياء حلوه واشياء تعبانه موت يلا طبعا لعبه ولا مثل ما قلت اوكي شوي في طيب بس حلوه هاي النسخه الاولى من اللعبه اطفر بها سلاح هواي بس لو يعطون غير سلاح مشكلة راد لك فلوس
ما بيها هواي. اوكي، هنا مثل الخنادق تقدر هم يعني تقدر يعني تفطر بيها. يعطوني رمانة واحدة ما اعرف ليش، يجوز بعدين تتطور. ها تريد تركض، ظل دايس هاي الايكونة اللي هنا اللي هي نفسها مال الدهرجة، ظل دايسة وتركض. حلو، اكو واحدة هنا يمكن دا يموت. موت موت، رمي تلقائي حاليا، المفروض اسوي غير شيء. انضرب بس بموت. طلع 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 طلع. اوه جو جو جو. اوه لا 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 لا، ارجوك 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 ارجوك. جماعتي وين؟ جماعتي وين؟ كلها انسحبت، كلها انسحبت. تروح تعادلني. اوكي اريد افتح هاي الشخصية. باي قناص. شلون افتحها؟ ابو القناص ملابسه تختلف، وعندك السبورت هم يختلف. ملابس السوداء المفروض اني هسي راح يوقع الغبي. هذا الماب الثاني، وهذا من جماعتنا مصاب. لا والله عدو، هذا عدو عدو، نفس الملابس. شو السالفه؟ عندك هو هذا الزر الجو مال ركض مال دحرجه ومال تشقلمبق ومال اشكال، وبوكسياتهم بيها خف تقترب من واحد. حركات في طيه حلوه. اوه مات بالرمانه. يس ورا. لا لا لا، خربطة خربطة، عندي خربطة بالنت حاليا. كاتر اثنين هم اربعة، احنا ثلاثة. شنو السالفة؟ اللاعبين ما يتحركون كلهم. موت. تعال اطلع لهنا، تعال. والله ما تبطل، لو اقدر اخذ سلاح خراب. وين هذي؟ اوه جانا واحد منا. موت موت موت. دفري والله اخذت دفري. بوكسيات بوكسيات. اوه رمانة دحرج دحرج. ترى انا وحدي دا العب في طية، مو قلت لكم في طية اللعبة. أربعة أربعة بدي، ثلاثة بأربعة. ماكو شفيعة طب الموضوع. انهض انهض افليت. جماعتي هربوا، أمتيت هربوا. اوكي خل اطلع من الجيب. خلاص خلاص ضجت من اللعبة، انا ضجت منها. تريد تحملوها ما تحملوها بكيفكم. اللعبة جديدة وحلوة فكرتها، بس في طية. خل اطلع هاي. شدوس اسان شدوس، اللعبة طلعت في طية شدوس. اذا شباب الى هنا نهاية الحلقة، اللي يريد يجرب اللعبة خليه يجربها، الروابط راح تلقوها بالوصف. لا تنسوا اللايك والاشتراك للمزيد. لعبة في طية بس صدقوني فكرتها حلوة، يعني انا نزلتها البارحة قبل ما اصور جيم حلو لواعيب هواي بيها، لواعيب هواي بيها. بس اليوم شو في طية والنت بطيء عندنا. النت عندي كارثة بالعراق، ما اقدر اسوي بث مباشر باي وقت. انا منه مرتبط باعمالي، عندي جدول اعمال طبعا، فما اقدر اسوي بث مباشر من وقت، وبالليل النت يعني زفت. طقونا بلايك واشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، وان شاء الله عجبتكم اللعبه الفيطيه هاي، والسلام عليكم.